مساء الفل يا حلوين. طبعا انتوا عارفين دايما كل فتره بروح بصور عند المتاحف، جاب لكم من عنده عروض وحاجات لطيفه وحاجات جميله. فيا ست تخليكي في اللي انت فيه. فانا بوريكم حاجات من عند المتاح النهارده. مش قادره اقول لكم بقى على العرض بتاع المتاح المره دي غير لما افتحش ايه الكرتونه. نفتح كده الكرتونه وجوز العقارب قاعدين دول. الله يسامحك انتي ده مش هتدعي عليك. انا هقولك شنطه الشحن لحد البيت هنا. نعم ده واخره عنطله شويه لحد ما عايزين نشوف ده في ايه. بص من هنا. ايوه بص من هنا. بص من هنا هي انت اصلا فاتحاها بالمقلوب عشان تقيله مش قادره افتحها. الله 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 واو. هو انتوا مش انا عروسه؟ انا كلمتك انا عروسه انا بتفرج. الله المختار ده حاجته تحفه ازاي. بص الطعم ده دوره ايه؟ كشمير مش شايف. افرشهم عيد الحب كشمير. لا حلوه بس ما تفتحش الحاجه كده بالراحه. خلي كده ليه يا ماما؟ انا هفرشه يوم عيد الحب. طب بس اقفليه بقى. يوم عيد الحب اللي هو ده طقم تركي يوم 14. بصوا الجمال بتاعه. ما طلبتوش احمر ليه طيب؟ بسم الله لو سمحتيش لون احمر. لو سمحت. يلا بنت نمشي. بصوا شكل الطقم. عايزين نحط ده جنبك. حلو. في جنبك شجر دول تمشي. دي قاعدة في الأرض منها وإليها نعود. ما تقدرش الشبكة. والله يا مريم مش قاطعها انت عشان بقص بالراحة. اتفضل يا كابتن بلم فيها الحاجة تحت السرير. تحت ايدك بالظبط. لا لا كله اتغمس كله اتخرمت. بيقفلوا الحاجة بضمير. محل الكوبري شارع بورسعيد. ايوه العباس القديم وشارع الخديوي توفيق السوق. ايوه وشارع 23 يونيو وشارع البحر. ماشي. وشارع استني تجي عند الكلمه الصعبه وتجري جرادوس. ايه جرادوس؟ بجوار عمر افندي ده الفرع اللي احنا كنا رحنا. هو ليه كله في المحله؟ المول اول طريق المحله كان تركيله 2 المحله. ليه بقى صغيره ليه؟ كده ابو ايدي صدفه. استني ما اشوف ايدي اصلا قبل اي حاجه. دي صغيره بعد اذنك هي مش بالبتاع. اقول لكم ايه ده اللي هو الطقم اللي هو ممكن تحطيه في. لا لا مفرش. ما دي كفايه ومعاها احلى صدفه في الدنيا. شوفوا اسم مكتوب بالاعلى احلى صدفه في الدنيا. الله طب انا افتح دي معاكي بعد اذنك. اساعدك ايدك اللي تتقطع دي كده يا اما اطفال يا اما طقم كامل. ده الكوبري ده. بصي جمالها. خلاص بقى بعد اذنك قولوا له سيبك دلوقتي يا عم احمد. انا عليا لكن انت بتحاربي هتتخطف. بصي يا جدعان انا ارد عليه. بصي قومي في الشكل اهو. بصي اهو ده ايه. بص الفراشه دي ريشه ريش. حلوه. بصوا جمالها. حلوه. لا جميل. غطي كده غطي كده عشان لما نقعد هنا نبقى قاعدين هنا كده. غطي انت كمان غطره كمان يعني اهي هتاخدنا احنا الثلاثه. أيوة. بصوا حلو. علامه النصر. خدي طيارين. دي حاجة. ايوه دي ايه بقى؟ والله ممكن ده مفرش سرير اكيد. معرفش بس دي حاجه تقيله. ايوه مفرش. الله الله. والنبي يا صوت. اوعي تفتح دي. واو بصي شكله ايه؟ الله يصوت فوق النبي. دي بقى ده عيد الحب. عارفه ده زي وده عيد الام. ايوه فين؟ الله انت حاطه ايه في وشك؟ كنت بحط هنا حاجه راح هو خرج كده. هو خرج خرج تعالى كده لما شم وشك ده؟ لو ما مسحتيش وشك بمنديل دي اللي على هدومك ده. ما هي بهدلت نفسها ووشها. روحي اغسلي وشك يلا. ده كنت بحط ده. حلو ده قوي. اهو ده اللي يتفرش يا معيد الحكومه. رحمته هفتحه. طيب اصبري بس انا عايزه اشوف. اصبري بس ده انا لسه هفاجئ المتابعين بالعرض. شوف عرض المداح الجبار. اشوف يلا عشان ناخد من العرض ده اللي بيولع نار. اوعي كده ايدك اللي تتشل دي. اللون ده يليق عندي. انا بقول كده برضه. والله هيبقى حلو قوي. اسمها خد. خد هدية. الله بس انا حلو حلو هدية. لفيها كده عشان ليها رسمة برضه من ورا. ناحيتين.
بصوا حلو قوي الملايات ماتشنج ده. دي كيس المخده. بصوا كيسين حاطين كيس وخرديه. استني ده كيس مخده برضو. كيس المخده. كيس المخده. ودي ملايه وخرديتين حلوه. نص سرير العيون. العيون جابت اجلنا. بصوا ده نص ملايه. من متطبقه. ما متطبقه. ودي مش لازم بقى عشان ايه؟ من فوق ما في بقيه الرسمه هي التانيه من فوق. وهي من ورا. طبعا هعمل لكم ريفيو تاني وانا بفرش على السرير واوريها لكم. ده حلو ما شاء الله. ده الكيس التاني اهو. بس الخلطه في تحت. هي حاجه واحده. ده في ايه؟ حاجه واحده. بطانيه بس. خدي بس ان الكيس بتاعها مقطوع من شركه الشحن اتعدل. الله ام اقفل الفيس دي شيلها بس جامده هذا انا لا مش هعرف اشد ان انا اشد كده دوبره تتكسر. الله شد كده يا طول. انا بحب الملايات اللي هي الساده. البطانيه مش ملايه. البطاطين الساده. البطاطين الساده. الله ياسمين صدفه. لا دي ليا وش يعني ليكي ولا كده. اديني اي حاجه غطي كده يا سعاد. لا حلو ما شاء الله. بصي تقيلة. استني بصي الرسمه اللي هي البارزه وغير اللي ورا. بصي اللي مضلعه ومن ورا مش مضلعه. ايوه هي اسمها كده فيها تضليعه. تضليعه يا شيخه. لا بس جامده. بصوا لا والله افرضي كده يا سعاد. شدي يا سعاد. رسمه عاديه. بصي دي مش عاديه. بصي دي العاديه حلوه قوي قوي قوي. لكن دي تقيله على فكره وخامتها ولونها رقيق قوي قوي قوي. دي نوع اسمه مينك اهو. ده اسباني نوع شركه. اقول لك حاجه لايقه على الانتريه. لا مش حاجه ثانيه. لا في كده ملايتين والله. دي لو ملايه يا ستي فيها يا سيدي. لا مش ملايه. دي لو ملايه. لا ملايه وكبيره. ملايه وكبيره بتاعتها. ممكن يبطل من كبيرتها. لا يبقى انت هتديني حاجه. اديكي في سنين. بقول لك ايه انا مش هقول لكم على العرض قدامهم. انت روحي هناك واللي انت عايزاها هاتيه عادي على السكه. انا مش هقول لكم على العرض قدام جوز العقارب. هروح وعلى حسابي. انا مش هقول لكم على العرض قدامهم. انا بعد ما يمشوا هقول لكم على العرض عشان هم ما يستفادوش بيه. ما تقدرش سوا. لسه من شويه بنقول عايزين نجيب ايه؟ انا لسه بقول لك عايزين نروح نجيب عند فاطمه عند المداح. انا عايزه اجيب فاطمه هناك. هما حاسين بينا ولا ايه؟ لا مش هفتحه. هشيله فوق. هشيله كده حلو يا ست. مش هاخده انا. الله انا هشتري بفلوسي. مش عايزه منك حاجه. الله في ايه؟ احنا بنبص عشان نشوف الحاجه. نمسك الخامه. بص ايه نفتح واحده. ايه صدفه واشوف. يا صدفه وانا هاكلها. مسكت الخامه يا سعاد. حلو حلو. بص حجمها. دي شركه ايه؟ لابيلا. 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 افتحي كده. لا حلو ما شاء الله. بص الحجم بتاعها. ارفعي سعاد كده فوق. ما عندهم اصلا اكبر من كده واصغر من كده. في اكبر وفي اصغر. انا رحت هناك قبل كده. في عندهم كرتونه بتشيل ثلاث. بس اللون ده حلو. كنت والخراوي ده حلو قوي. ده خراوي؟ ده منتج صح. خضار بس غامق. ده اخضر بس حلو. حلو مميز. حلو. وده كمان حلو. هم مشكلين لون حلو. انا بحب الفوط الغامقه لان ما بتتبهدلش زي البيضه. ده انا بحب الفوط البيضه. بتتبهدل قوي. بتتبهدل نغسلها. ما هي المشكله ان الابيض لما بيتبقى بقى من كده. ما علينا في حاجه ثانيه. احلى مفروشات والله يا جماعه بجد عن تجربه من عند المداح. اي عروسه بتجهز اي ست بتحب تجدد هتلاقي كل حاجه محتاجاها عند المداح. دي حاجه. تاني حاجه كل المقاسات وكل الاشكال وكل عنده. حاجه اخيره بقى اتغطيت والله عشان خاطر شلت المخده. في ايه اتغطيت مش هتكلم. المداح يا جماعه عنده اهم حاجه عنده ان هو الاسعار. الاسعار مختلفه جدا 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 عن اي منافس ليه سواء في المحله او بره المحله. المداح يا جماعه بيبيع قطاعي بسعر الجمله ودايما بيعمل عروض للعرايس ولتجار الجمله. بيعمل دايما شحن وتوصيل مجانا. واللي مش عرايس برضه والله بيعمل عروض جامده جدا جدا. حتى لو رحت عنده والخامات عنده اهم حاجه الخامات عنده. كل الخامه حلوه حتى الخامه. يعني مثلا عنده صور بتبدا من 120 جنيه لحد 500 جنيه و600 جنيه. حتى الفوطه الطقم اللي ب 120 جنيه الخامه بتاعته حلوه. مش اللي هي رديئه قوي. لا حلوه بس برده ايه في ناس على قدها هتجيبها. سعرها مناسب ليه؟ سعرها مناسب اقتصادي في ظل الاسعار اللي احنا فيها دي. انا واثقه ومتاكده مليون في الميه ان المداح اسعاره زي ما هي ما زادتش. العرض بقى هقول لكم بعد العقارب دول ما يمشوا. يلا احنا ماشيين. احنا ماشيين.
تقوم تاكل ولا انا مش عقرب يا ماما؟ يلا ملناش مكان هنا. لو انت مشيتي يبقى انت عقربه. لا انا لو انت مشيتي انا همشي عشان مش فاضيه. انا بقى قاعده انا مش عقربه. بصوا بقى وانت هذا ليه؟ انا ماشيه انا ماشيه. طيب. انا ماشيه امشي عشان اقول العرض. طب والله ما انا ماشيه. ها قولي بقى العرض. طب بصوا يا جماعه، فتره اجازه نص السنه دي كلها عندهم خصم 5% على اي فطور تبدا من 10000 جنيه. على فكره انا عارفه العرض. اسمع بقى، وكمان شحن وتوصيل مجانا لو رحت هناك الفروع بتاعتهم او لو طلبت اونلاين. حلو؟ انت سامعني؟ اه سامعك وربنا وعارفه العرض اصلا. طب وليه كده؟ اسمع. بصوا يا جماعه، لو اي حد راح هناك المحل واشترى اي حاجه الشحن لحد البيت والتوصيل مجانا. تمام. ولو طلب اونلاين برده مجانا. ولو اشتريتوا حاجات او فاتوره ب 10000 جنيه بتاخدوا خصم 5%. وفي كمان لسه قايله الكلام ده. وفي كمان طب ده انا ما قلتوش بقى، وفي عرض عروسه نازل، كل جهاز العروسه المفروشات من البطاطين للحفل كل الكلام ده كله ب 13000. انت قلتيه؟ لا ما قلتش. شفتي بقى انا عارفاه ازاي؟ انا قاعده بتتجسس علي وانا بتكلم. بتتكلم صوت عالي. زي ما قلت لكم طبعا المتاح يا جماعه شهادت فيه مجروحه، وما شاء الله عندهم الحاجه حلوه جدا جدا جدا، والخامه بتاعتهم تحفه، وصعد شبطانه في بطانيه زي دي. والله وعايزه والله اقسم بالله قاعدين جوه عند ماما من قبل ما نيجي ولا اقول لهم هنفتح، بتقول لي انت رايحه عند المتاح امتى؟ بقول لها ليه؟ قالت لي عايزه اروح اشتري فوط وبطاطين من عنده. قلت لها وانا رايحه اخدك معايا، على الاقل نعدي على بابا نقرا له الفاتحه الاول وبعد كده نروح هناك. قالت لي ماشي. والبطاريه لما لقيتها عجباني قلت لها عرفيني سعرها كام عشان انا عايزه اجيب ليا. قلت لها اخدك بقى شوفي اللي انت عايزاه هناك. ماشي. الا يا جماعه نشوفكم على خير بقى ان شاء الله، وحط لكم اللينكات بتاعت المداح كلها في صندوق الوصف، واقول لكم سلام عليكم.